معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. فريق أرسنال ضد إيطاليا، ننتظر مباراة كبيرة من الفريقين ونتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة والمتعة. ضربة البداية من المنتخب الإيطالي مشاهدينا تعلن انطلاقة هذه المباراة.
تشيلسي. جورجينيو يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. انطلاقة هجومية واحدة من جانب المنتخب الإيطالي. قريب من حارس المرمى، لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حلف فرصة بتضيع. فرصة للتسجيل، يا رب هدف اعتلال، وارسنال يوسع الفارق لهدفين. هدف بمجهود فردي حقيقة، توغل تقدم استغل المساحات، عدم انضباط المدافعين، توج جهوده في النهاية وضع الكرة في الشباك. هدف رائع بمجهود غير عادي. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. أرسنال يجري التغيير الآن. كاي هافرتز، جورج سافي، تغيير الوضع الآن. بدأ الفريق يستحوذ على الكرة واصبحوا المسيطر. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. ماركو فيراتي، قرأها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. في تغيير ودخول لاعب. 3 أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا ب3 أهداف كاملة. وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. جورج سافي، 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. الوصول إلى المرمى. روبارينيو، فرصة للتسديد. الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك. الكرة الله على هذه النهاية. متابعة جديدة للهدف في الإعادة. شوف الانطلاقة، شوف الروعة، شوف المهارة. مجهود فردي متكامل وهدف استثنائي. هدف يوسع به الفارق. نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. تنطلق الصافرة مشاهدينا، وإلى نهاية المباراة بخسارة.